اهلا بحضراتكم من جديد ونبدا معاكم اولى الفقرات الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في النادي الاهلي من صغر سنه حتى منتخبات مصر بجميع الاعمار الى الفريق الاول، لكن مع تالقه الشديد اللي احنا تابعناه وشفناه خرج النادي الاهلي علشان يتالق مع فريق اخر، وكان واحد من اللعيبه اللي لفتوا الانظار وتالقوا وحققوا مركز ثالث مع فريق المنصوره في موسم 96، وكان نادرا لما حد يخرج من النادي الاهلي ويعمل الفرق الشاسع اللي احنا شفناه وتابعناه في الدوري المصري وكمان كاس مصر ولقاءات عديده يعني كتيره جدا، وهنتكلم معاه فيها بالتفصيل. اللي مشرفني ومنورني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن تامر بيجاتو. كابتن تامر برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر وميرسي جدا على المقدمه الجميله دي ومبسوط ان انا معاكم النهارده. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يا كابتن يعني انا اتفرجت عليك وكنت صغير في السن، لكن كنت فعلا حضرتك كنت مميز جدا وكنت لاعب ممتع مش لاعب عادي، لكن تعال نرجع كده بالذاكره وابدا معاك من النادي الاهلي. فاكر اول مباراه لعبتها بقميص النادي الاهلي؟ اول مباراه لعبتها بقميص النادي الاهلي في الدوري العام يعني فوق بالزبط. طبعا بعد الناشئين يعني كان سنه موسم 92 93. مظبوط. فاكر كانت يوم كام يا كابتن؟ كابتن انور السلامه. لا يوم كام بقى صعب شويه. كانت يوم 21 فبراير ضد فريق المنيا بالظبط. كان في كان في كليه حربيه. مظبوط. وده كان اول ماتش العبه طبعا وكنت مخضوض جدا، وفي نفس الوقت كان صعب جدا انك تطلع تلعب في وسط كان في نجوم ساعتها اسماء تخض يعني كابتن حسام حسن، في كان فيليكس موجود، كابتن ايمن شوقي كان موجود، وعبد الجليل ومحمد رمضان، كان في ناس كانت فرقه تقيله جدا يعني، فكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا العب ماتش زي ده طبعا يعني. طيب يعني انا معايا صوره كده حضرتك هنعرضها مع حضرتك دلوقتي وهنشوف يعني كنت حضرتك في الناشئين، كان تصريح للكابتن صالح سليم الله يرحمه. وكان تصريح بيقول ان مستقبل الناشئين هم الامل، وكان صوره بتجمع حضرتك مع الكابتن صالح. نعرضها دلوقتي، لكن لحد ما نعرض الصوره اكيد حضرتك قلت اسامي كتيره جدا واسامي عريضه جدا، هل الاسامي اللي كانت موجوده كانت طيب؟ الصوره هي كابتن تامر ناشئ النادي الاهلي، طبعا الصوره مش واضحه قوي لكن احنا طبعا كابتن صالح على ايدينا الشمال وكابتن تامر بيجاتو على ايدينا اليمين، وتصريح على لسان الكابتن صالح سليم بيقول الناشئون مستقبل النادي الاهلي وحاضره. هو فعلا كان تصريح مهم جدا، وكلنا حتى كابتن تامر عايشين لحد دلوقتي الناشئ النادي الاهلي دايما بيكون حاجه مميزه جدا سواء جوه النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. بص ده هي ميزه بصراحه في النادي الاهلي، ان كان دايما الناشئين النادي الاهلي دايما بيبقوا عندهم حاجه مختلفه عن اي نادي تاني. يمكن ده للاسف بدا يقل شويه، ولكن احنا ما كانش عندنا حاجه اسمها نتعادل او نتغلب، وكان النادي كل واحد يعني. مثلا كنا نلعب في الناشئين ماتش، كنت تلاقي واحنا لما نرجع مثلا لاما لو بتلعب في النادي تلاقي الفريق الاول قاعد بيتفرج علينا، ولو احنا جايين من بره تلاقي لغايه الفريق الاول بيسالونا عملتوا ايه؟ كسبتوا كام؟ فالموضوع ده الروح بتاعت النادي الاهلي فعلا دي هي فعلا في روح اللي هو انت مش متعود خالص انك تخسر، حتى لو في فترات النادي الاهلي ساعات بيبقى عنده مشكله تعثر شويه، اللاعبين مش موجودين، مستوى بيقل شويه، لكن عندك حاجه اللي هو قصه انت ما تتغلبش اللي هي الروح. طبعا. ودي اول حاجه في الكوره، لو اللاعب ما عندوش روح دي بيبقى صعب جدا ان هو يحقق او يطلع الموهبه اللي جواه. عشان كده لما اي حد من النادي الاهلي بيمشي لعيب زمان كان بيروح اي مكان تلاقيه مميز جدا وتلاقيه عنده الحته دي ويشد الفرقه وراه وكده يعني. يمكن بس كابتن حضرتك كنت مميز قوي يا كابتن، لما خرجت من النادي الاهلي كنت مميز جدا، نادرا قلت في البدايه انك تلاقي نادي لاعب يخرج من النادي الاهلي يكون عنده الاصرار والعزيمه ان هو يعني لوحده يقدر يشد فريق كامل وراه. فحضرتك كنت مميز جدا مع نادي المنصوره وعملت انجاز اعتقد كان صعب يتكرر لحد دلوقتي. بص هو طبعا هو توفيق يعني، انا مشيت من الاهلي ما كنتش ناوي على فكره خالص ان انا اكمل في الكوره يعني، ما كانش دماغي ان انا كان ساعتها ما فيش قصه الاحتراف بقى ونتنقل من نادي لنادي، كان قليل قوي الموضوع ده. فانا لما مشيت من النادي ما كانش في دماغي خالص ان انا اكمل يعني، كنت رحت من نادي المنصوره بالصدفه كان والدي. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ يعني هو كان والد الله يرحمه كان زميل اللي هو ابراهيم مجاهد في الجيش مش اكتر من كده، وقال له تعهد تامر وتعالى وتعالى نقعد واحنا عاملين فرقه كويسه وبتاع. فرحت مع بابا زياره عاديه جدا ما كانش في دماغي خالص. جيت من هناك وانا ماضي لان انا ما كنتش يعني حتى ما كنتش لسه شفت الفرقه خالص،
وقصة ان انت تلعب في حتة تانية وتلبس فانيلا تانية بالنسبة لنا واحنا صغيرين، موضوع بالنسبة لي كان هو النادي الاهلي وخلاص. فلما رحت حتى في البدايات ما كنتش مستوعب قوي ان انا يعني هلعب بفانيلا تانية، يعني مش مستوعب قوي تلعب بتيشيرت تاني بتاعت نادي تاني وكده، كان الموضوع لسه هواية طبعا. يعني انا خدته هواية على فكرة، يعني انا بعترف ان انا كنت مقصر في ده شوية، انا كملت الموضوع هاوي ما كملتوش محترف، يعني يمكن ده اللي خلاني ما كملش كتير قوي. لكن السنة دي كانت الفرقة بصراحة كان فرقة فيها لعيب كرة كويسة جدا حقيقة، عشان برضو ادي الناس حقها، كان فيه لعيبة كتير جدا مميزة بطريقة رهيبة، يعني ده اللي خلى ان احنا يعني نعمل نتائج كويسه جدا، غير بقى التوفيق ان انت ماتشات معانا زي ماتشات الاهلي الزمالك مقاولين محله ماتشات معانا انزل انا اللي بجيب الجوان، دي طبعا حاجه يعني التوفيق. كابتن تامر، لو كان في سوشيال ميديا زي اللي موجوده دلوقتي سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول، هل ممكن كابتن تامر كان يحصل نقله مختلفه غير اللي كان مر بيها الاول؟ يا بص، هو كل زمن وليه اوانه، يعني طبعًا. يعني ما اقدرش اقول لك حاجه، ولكن هتكلم على المستوى نفسه مش انا لوحدي، يعني انا جيلي كانت المنتخب بتاعنا في الجيل بتاعنا مين ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده في كان جيل كابتن عندنا كان في محمد صبري في الزمالك، كان حازم امام يمكن كان اصغر سنه، احمد حسن، هشام حنفي، علي ماهر، عبد الستار صبري، كان في وليد معاذ، كان في السمري، كان في اسامه نبيه، مدحت عبد الهادي، معتمد جمال، يعني هقول لك كان في احمد فاروق من بلديه المحله، كان في لعبة كتير انا خايف انسى اسماء، كان في لعبة كتيره جدا الجيل ده، ممكن الجيل ده اللي اتطحن شويه في النص، لان هو احنا طلعنا وكانت النجوم الكبار كانوا لسه موجودين في الملعب قدامهم شويه، فاحنا لما طلعنا عفرنا معاهم قعدنا كتير قوي عقبال ما نلعب، انت عشان تاخد ربع ساعه او 10 دقائق صعب قوي. فالجيل اللي بعدنا هو اللي الموضوع اتفرد له شويه، لان كان الكبار كلهم بطلوا واحنا كنا اتطحنا في النص شويه، فطلعوا الموضوع قدام بقى بسيط قوي، انه يطلع يلعب وعنده 20 سنه 21 سنه تلاقيه اساسي في الفريق. كان عندهم يعني جات لهم فرصه حلوه جدا بصراحه. لكن السوشيال ميديا طبعا انا بقول لك اقل اسم اللي انا قلتهم دول يعني لا كان كسر الدنيا بجد مش تهريج طبعا، يعني انا كابتن بتكلم بالاخص عليك، كان ليك ستايل مختلف، كان ليك طريقه لعبه معينه كنت دايما بتلفت الانظار، يعني انا بقول لحضرتك فعلا يعني كلام حقيقي، ان انا كان عندي 8 سنين او 10 سنين لما يعني مباراه الاهلي والمنصوره في نهائي كاس مصر، على ما اتذكر المباراه اللي كانت 1-0 في المنصوره و2-1 الكابتن وليد صلاح الدين، انا مش فاكر في فريق المنصوره غير كابتن تامر بجاتو، يعني كابتن تامر بالستايل اللي معروف بيه بطريقه لعبه بمهاراته المميزه جدا، وحتى كان اسم حضرتك هو اللي دايما بيبقى رنان مع المعلق. لكن لو اخذت حضرتك للنادي الاهلي وقلت لك ايه المباراه اللي كابتن تامر لا يمكن ينساها بقميص النادي الاهلي تكون ايه؟ بقميص النادي الاهلي ماتشات في الناشئين بقى، لان يعني انا لعبتش في الدرجه الاولى كتير حقيقه، لكن طبعا الماتش اللي انا ماتش المنيا اللي اتكلمنا عليه ده كان اول مره هو معلم معاك يا كابتن. الاحساس نفسه ما حدش يعرف يحسه الا اللعيب نفسه، يعني انا كنت صغير جدا كان عندي 19 سنه وكنت راجع من منتخب مع كابتن هاني مصطفى بيديله الصحه، كابتن انور سلامه بعت لي وقال لي انت معانا في الفتره اللي جايه، يمكن كان قبليها كابتن كان ماسك فايتسا طبعا، مش الناس تفتكر طبعا، هو مشكله احنا بنتكلم في حاجات قديمه شويه، احنا عايزين نفكر الناس، بس كابتن حقنا على حضرتك ما كانش في توثيق شويه الموضوع الفتره دي، فكابتن فايتسا طلعه وانا عندي 17 سنه، يعني هو اللي طلع كابتن تامر بجاتو من قطاع الناشئين للفريق الاول 17 كان بيتفرج وكان بيتابع ماتشات الناشئين وشاف ان حضرتك مميز وبالتالي اختارك بالظبط. هل كنت لوحدك ولا كان معاك حد يا كابتن؟ كان معايا طبعا كابتن هشام حنفي، كان معايا كابتن احمد سامي، وكان مصطفى كمال، تمام، كان في زكريا حسين، احنا تقريبا كانت مجموعه فترة. مجموعه يعني ما كانتش لعيبه بعينها، كانت بالزبط. مجموعه من الناشئين صعدوا الى الفريق الاول في عهد مستر فايتس، وبعد كده كان في مثلا في ماتشات معينه، مثلا كان في يعني سافرت مره انا واحمد سامي سافرنا مع النادي الاهلي السعوديه،
مع الفريق الاول يعني على حسب بقى، بيبقى في ماتشات معينه يعني، الى ان كنت انا اول واحد الحمد لله ان انا العب في الدوري يعني كابتن انور نزلني في ماتش، وكان ماتش صعب جدا لان كان الشوط الاولاني كان 0-0. فلما كابتن انور سلامه جابني وقال لي انت هتنزل الشوط الثاني، انا بالنسبه لي ما كنتش مصدق نفسي يعني، ماتش قوي جدا اول مباراه العبها مع النادي الاهلي، فرقه المنيا ساعتها كانت من الفرق القويه طبعا يعني، كانت فرقه قويه ساعتها النادي المنيا كان فرقه قويه، 0-0 الشوط الاولاني في القاهره هنا، فكان انا ما كنتش مستوعب يعني خضت الجمهور، خضت تلعب مع الفريق الاول وسط النجوم دول كلهم، مسؤوليه كبيره جدا، والحمد لله كسبنا 1-0، فده ماتش معلق معايا طبعا يعني. طيب هل لما حضرتك انت يعني رحلت على النادي الاهلي، هل كان في بعض العروض ولا حضرتك ما كنتش مستوعب زي ما قلت ورحت نادي المنصوره صدفه والموضوع مشي وبدا ان حضرتك تلعب وتشارك وتحقق انجازات مع المنصوره، هل في كان بعض المفاوضات مع الانديه ولا الموضوع كان منتهي للمنصوره تماما بدون اي منافس؟ لا كان في عروض، كنت انا رحت نادي اسماعيل اوريدي وقعدت مع يعني قعدت معاهم هناك، كابتن سامع عباس قعدت معاه، وكان في نادي القناه، كان في يعني كان في كلام مع كذا نادي، بس انا المشكله ان انا ما كنتش في دماغي قوي يعني، كنت فاكر ان انا كنت حاسس ان انا هبطل خلاص يعني، كان في دماغي ان انا هشوف حياتي بقى اعمل فيها ايه بقى يعني، اكمل دراستي بقى اشوف هعمل ايه في الحياه عامه، كان موضوع الكوره بالنسبه لي جالي احباط شويه من قصه ان انا مشيت من النادي يعني. طيب هنروح لمداخله مهمه مع الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي. سياده المستشار برحب بحضرتك. مساء الخير يا عمر، ازيكم؟ مساء الخير على مشاهدينك وعلى الكابتن حاتم. طبعا عايز اعرف من حضرتك الاجراءات التصاعديه اللي اتخذها النادي الاهلي صباح اليوم. هو اجراءات اليوم بتاتي في اطار او استكمالا لقرار مجلس اداره النادي الاهلي بالاجماع في مرحله سابقه بمقابلات كل من تجاوز حق النادي الاهلي ورموزه وجماهيره. وهذه الخطوات بداناها ببلاغ الرئيس العام ثم بلاغ الاسبوع الماضي ايضا، واليوم تم تقديم 6 بلاغات، 4 منهم لجهات للعلم والاحاطه، وباقي الجهات الاخرى وهي اللجنه القضائيه للقيم والتحقيق، وايضا لجنه الاخلاق باتحاد الكره. الجهتين دول اللي هم اللجنه القضائيه للتحقيق باللجنه الاولمبيه بالاضافه للجنه القيم والاخلاق بالاتحاد الرياضي، دي لجان قضائيه تم موافاتها بكل تجاوزات رئيس نادي الزمالك من خلال سيديهات واقراص مدمجه، وهاتين الجهتين الاخرتين تملكان اتخاذ اجراءات عقابيه ضد رئيس نادي الزمالك باعتباره احد عناصر اللعبه، وهذه الاجراءات العقابيه قد تصل الى الايقاف مره اخرى. طبعا يعني قرينا البيان في بدايه الحلقه للساده المشاهدين، ايضا حضرتك تعليق حضرتك على قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بوقف رئيس نادي الزمالك لمده 2 شهر. طبعا قرار المجلس بيتسق مع الاجراءات اللي اتخذها النادي الاهلي ومع مضمون البيانات ومضمون العبارات اللي تضمنتها خطابات النادي الاهلي، لانه قال إن بيوقف مرتضى منصور 2 شهر حفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن الرموز الرياضية. المجلس الأعلى للإعلام يعد قرار إدانة جديد لسلوكيات رئيس نادي الزمالك، والعبارات اللي تضمنها البيان اعتقد انها يعني بتعبر عن الموقف الحالي وبتنبئ عن خطوره الموقف الحالي من فيما يخص مساله التحكم الجماهيري. استاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وتوضيح كافه الاجراءات التصعيديه اللي اتخذها النادي الاهلي صباح اليوم. يعني مكالمة مهمة جدا، وأعتقد أن الأمور بقت واضحة بشكل كبير لكل جمهور النادي الأهلي، وكمان أيضا تعليقه على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني شيء أكيد الإجراءات لما بتتاخد بيبقى فيه سرعة رد، وده شيء كويس جدا لنادي الأهلي ومجلس إدارته. كابتن تامر هنكمل مع حضرتك، ويعني قلنا ان نادي المنصوره وحضرتك رحت وانتقلت وما كنتش متوقع، ورحت عن طريق الصدفه، ما كانش في دماغك، ما كنتش متخيل انك تلعب قميص ثاني غير قميص النادي الاهلي، لكن هل كابتن تامر كان يتوقع تالقه وتالق المجموعه الحاليه من نادي المنصوره
ولا الظروف اللي كانت محيطه في الوقت الحالي هي اللي ساعدت الجيل السابق من المنصوره ان هو يتالق ويحقق ارقام ومستويات ما شفناهاش لحد دلوقتي من الفريق؟ بص هو انت ما بتحطش توقعات، احنا كلاعب الكوره عامه انت بتركز، لو انت خلاص خدت قرار انك تلعب في مكان انت بتركز في التمرينات وتشوف اكبر حاجه ممكن تعملها او اكبر استفاده من الفرقه، ازاي العناصر تقدر تشتغل مع بعض، وده يمكن كابتن حسن مجاهد كان موفق فيها جدا الحقيقه. وانا بسرعه قوي دخلت في وسط الفريق لان هم كانوا كلهم جداد حقيقه، وكلهم كانوا سنهم صغير، فالحقيقه قابلوني مقابله كويسه جدا، وكنت يعني شايفيني لعيب كبير قوي، وانا لسه اعتبر انا شايف نفسي ان انا لسه طالع من الناشئين يعني، جاي من الاهلي فالنجم بالظبط، فبالنسبه يعني لهم كنت يعني عاملوني ان انا لعيب كبير جدا، فده اداني زي دفعه واداك زي حس ان انت ليك كلمه او ليك بصمه فتقدر تطلع اللي عندك. هم غير كده كانوا لعيبه كوره كويسين جدا الحقيقه، ف يعني كان في طارق نجار، كان في محمد كمونه، كان في داوود نصر، كان في اقول لك مين تاني، كان في عبد الظاهر السقا كان لسه طالع طبعا، وليد صلاح، عبد اللطيف، ايمن محب، ياسر الكناني، نقول طارق نجار، لا يعني بص تقيله بالظبط، فكانوا كلهم صغيرين وطالعين وعندهم لسه عايزين يلعبوا وعايزين يكملوا، وده يمكن اللي اداني الدفعه دي. لكن زي ما بقول لك بقى في حاجات انت ما تتوقعش، انت بتعمل اللي انت اللي عليك وخلاص يعني. الى ان جه ماتش النادي الاهلي هناك بقى، ودي كانت بالنسبه لي مشكله نفسيه اكتر منها الماتش نفسه، مش مركز في الماتش قوي يعني. كان اول مره كابتن تامر تلعب ضد الاهلي؟ عمري في حياتي لمده 12 13 سنه مش يعني بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، فجاه بقيت بتلعب ضدها، فانا مش ما كنتش مستوعب اول ماتش يعني. يمكن كابتن حسن اصر ان انا ابدا الماتش. كان في كلام من حضرتك ما كنتش عايز تبدا المباراه؟ لا ما كنتش عايز ابدا. يعني كابتن تامر راح للمدير الفني قال له معلش استثنيني من المباراه، انا ابقى موجود على مقعد. طبعا انا رحت كابتن حسن قلت له يعني خليني انا مش عايز العب الماتش ده خالص. قال لي ليه؟ قلت له اصل يعني انا مش عايز العب ضد الجمهور نفسه، يعني مش مستوعب ان انا يعني. هو جمهور المنصوره على فكره اهلاوي يعني، هي طبعًا دي كانت ميزه رهيبه طبعا. لكن انا ما كنتش مستوعب العب يعني، مش عارف العب ازاي ضد فرقتي اصل كلهم فرقتي يعني، كلهم لسه سايبهم من شهر او شهرين، مش سايبهم بقالي سنين، شهر او شهرين لسه سايبهم وطول عمري معاهم، فمش مستوعب قوي القصه، انا هنزل اسلم عليهم هم العب ضدهم مش عارف لسه. بدات المباراه يا كابتن؟ طبعا بدات المباراه. وبسرعه دخلت جوه الجيم يعني. ويمكن قبل الجون كان في كوره برده قبل الجون صدها كابتن شوير، وبعد كده فجأة بقى لقيت نفسي انا والجون كده، وكابتن شوبير طلع حطيت الجون. يمكن بعد الجون حصلت حاجة غريبة جدا في الماتش ده، بعد ما جبت الجون جريت وفرحت جدا، وبعد كده الماتش كان وقف شوية لأن كان الكابتن مجدي طلب قبلها بكورة كان اتعور، فالماتش بعد الجون الحكم صفر، فضلنا شوية واقفين. بعد ما جبت الجون وجريت استوعبت ان انا جبت جون في نفسي، عارف الإحساس ده يعني، فوقفت ولقيت نفسي زي ما كنت يعني ايه متضايق يعني، كنت حاسس ان انا هعيط مش فاهم اي حاجه يعني. بس ف كان ماتش غريب جدا الحقيقه يعني. وقلنا كابتن تامر الاسماء اللي موجوده؟ طبعا يعني عصام، كابتن عز رجال طبعا يعني، كان هو الوحيد بقى الخبره اللي كابتن لسنه 96 للفريق المنصور، والحقيقه كان يعني عماد سلامه، كابتن عبد الظاهر السقا، مسعود، بشبيشي، يعني لا فرقه كانت فرقة قويه جدا كابتن. طبعا فرقه كانت قويه مميزه كابتن جدا. طيب نكمل مباراه الاهلي، وحضرتك جبت الهدف وما استوعبتش، كملت المباراه بعد كده ازاي؟ يعني كملت المباراه ازاي؟ كملت المباراه انا مش فاهم بيني وبينك يعني. وبعد كده يعني فرقه الاهلي ساعتها كانت تقيله جدا يعني، مش قادر اقول لك يعني، الفرقه كانت كامله، وحاولوا كل المحاولات يعني، هو زي الماتش ده بتقول كده كان معمول لنا يعني. يعني كل المحاولات، ويمكن كان في كره الشوط الثاني جت في العارضه من بره وخرجت يعني، الكابتن حسام حسن تقريبا، فيليكس برضو ضيع كام كوره، فلقيت ان الماتش خلص يعني بأحلم الاحوال، كان لازم هو خلص كده 1-0، كنت انا بقى جايب الجون، فده لقطه مش مفهومه قوي يعني، يعني ملهاش دعوه بالكوره قوي يعني، وارد انك يعني صعب جدا قوي فرقه صغيره، النادي الاهلي كان اول الدوري، ف
صعب قوي الـ 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 يعني الاحداث نفسها مترتبه كده بترتيب غريب شويه يعني فاهمني. يمكن ده اللي ادى الشهره للموضوع واداني انا باور جامد جدا انت تبقى ساب النادي والمنصوره تكسب الاهلي. والمنصوره كان بقى لها 11 سنه تقريبا 10 سنين في دوري درجه ثانيه، اول ماتش عندهم في الاهلي في المنصوره يكسب النادي الاهلي 1-0 وابقى انا اللي جايب الجون. كلها كانت ظروف يعني تخلي، عشان كده الموضوع خد حصل له ضجه اعلاميه كبيره. كنت عايز اسال حضرتك ايه اللي حصل بعد الماتش؟ يعني بعد الماتش 1-0 اللي جاب الجون تامر بيجاتو ولسه منتقل حديثا من الاهلي للمنصوره، ايه بقى اللي حصل مع حضرتك اعلاميا؟ وهل بقى حد من مسؤولي النادي الاهلي كلموك؟ كان في اتصال من انديه اخرى ولا الموضوع اخذ شكله ازاي الاعلامي؟ حصل ضجه اعلاميه كبيره جدا، مانشيتات نزلت بقى كبيره قوي كده اللي هو يعني مانشيتات غريبه قويه جدا يعني. ساعتها خلي بالك ما كانش فيه الاعلام، ما كانش بالمنظر طبعًا ده طبعا، ما كانش فيه كل القنوات دي، ما كانش فيه الا الاولى والثانيه والسادسه وحاجات كده مش يعني ما تلاقيهاش دلوقتي خالص للاسف. ما كانش فيه لا يوتيوب ولا كان فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه الكلام ده خالص. لكن الجرايد طبعا بقى كان فاكر الموضوع كله، الجرايد فضلوا يتكلموا على الموضوع ده يعني فتره طويله يعني فاهمني. طبعا لا دي نقطة تحول طبعا، اتغير الموضوع بالنسبة لي تماما يعني. انا رجعت لقيت الدنيا مقلوبة في معنويا يا كابتن تامر. طبعا كان بالنسبة لحضرتك معنويا انك الموضوع بقى جد بقى خلاص طبعًا. دخلت طبعًا. في الجد، وكمان لفريق المنصورة طبعا والمنافسات اللي كان بياخدها دايما. اتغير الموضوع خالص وسقف وطموح اللعيبة ومجلس الإدارة والجمهور في النادي هناك بقى عالي جدا يعني. ان انت تكسب النادي الأهلي عندك 1-0، قبليها كنا عاملين برضو نتائج كويسه، كنت جايب جون في المحل، يمكن اول ماتش نزلته كان ماتش المحله كنت جبت جون التعادل. يعني كنا عاملين ماتشات كويسه، الفرقه كانت ماسكه حيلها، مش مثلا مغلوبين وفجاه كسبنا الاهلي. فده ادانا ثقه رهيبه. تاني حاجه ادى زي خوف ورعب شويه من المنصوره لبقيه الفرق في الدوري، لما تكسب النادي الاهلي المنظر ده وتشوفوك اللي عنده لعيبه كويسه، فبقت الفرق بقت خايفه مننا، يعني احنا كسبنا المقاولين في القاهره هنا 1-0 نادي المقاولين، كنت انا جايب الجون برضه. فبقت تكسب الفرق تطلع تلاعب الفرق بره الاتحاد. تعدينا مع الاتحاد 0-0 في اسكندريه. فكان صعب جدا حد يكسبنا بعد كده، يعني كانت من الحاجات الصعبه جدا ما تحصلش الفرقه صغيره لسه طالعه من درجه ثانيه وكلهم صغيرين ان يعملوا الـ 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 النتائج دي في الوقت القليل ده. كان ملعبك يا كابتن تامر ملعب المنصوره كان ملعب بالنسبه للفرق الثانيه لو اخذت نقطه بالنسبه له ده كان مكسب طبعا، عشان حد يجي يلعب في المنصوره دي ما كانش حد بيخرج من هناك ابدا كسبان، لا يمكن. بس في حاجه غريبه جدا، يعني انت بعد ماتش النادي الاهلي جمهور المنصوره نفسه كان يقول لك ايه، طب مش كنتوا بس اتعادلتوا يعني لفوا من حبهم في النادي الاهلي يعني عارف بين نارين. لكن جمهور المنصوره طبعا صراحه المنصوره كلها كبلد وكجمهور وكلعيبه عندهم امكانيات رهيبه جدا طبعا، عدد كبير جدا، عندهم مواهب كتيره جدا، جمهور بيحب الكوره بطريقه رهيبه. فانا يعني اتمنى ان نادي المنصوره يرجع تاني زي الاول، لان حاجه تضايق بصراحه الانديه الجماهيريه بالذات لما عندها فرقه وتبقى موجوده وفجاه تختفي بتسحب معاها الجماهيريه بتاعت الكوره. تامر تفسيرك لاختفاء الانديه الشعبيه الانديه الجماهيريه ويعني اختفائها تماما عن الساحه، وزي ما حضرتك شايف انديه الشركات. عايز رايي بصراحه ولا نجمل الكلام؟ رأيك بصراحة طبعا. طيب رأيي بصراحة ان الدوري المصري بتاعنا ده دوري ناقص، يعني في حاجة ناقصة مش مفهوم. ما ينفعش الدوري بتاعنا يبقى كله دوري شركات، يعني مع احترامي طبعا لكل المؤسسات. لما تلاقي مؤسسة بتلعب مؤسسة والجمهور ما فيش جمهور في الملعب دي مش كورة. فلما يبقى عندك الدوري قوامه 10 فرق كلها مؤسسات، فانت كده فقدت الجمهور، وفقدت الجمهور يعني فقدت الكوره خلاص. الكوره من غير جمهور ما تنفعش، ما تبقاش كوره. فهو دوري الشركات اتنقل للدوري الكبير، بس ده اتعمل بطريقه غلط. يعني قوه مثلا الدوري الانجليزي ان فرق بتلعب بعض حتى لو متخصخص بتاع شركه او بتاع عصابه مش مشكله خالص، لكن جمهور بلد يعني لاستر سيتي دي جمهور طبعاً. بلد مدينه فما ينفعش بالظبط مدينه لاستر، فما ينفعش ان انت مؤسستين بيلعبوا بعض والملعب فاضي تسمع صوتك كانك بتلعب تقسيمه، ده ما ينفعش. هو ده اللي بوظ الدنيا. لكن طبعا لو كان حد يعمل صح
اللي خد القرار ده في وجهة نظر لازم يتحاكم، لان الـ 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 اي مؤسسه عندها فلوس وعايزه تعمل فرقه وكده يروح يرعى نادي جماهيري. يعني عنده يروح يرعى منيا، يروح يرعى المنصوره، الشرقيه، دمياط، غزل المحله، المحله، اسوان. مش ممكن نسيب الجمهور اللي بيحضر الاستاد وفي الاخر نلعب ضد بعض في ملعب عمره ما هيبقى فيه جمهور. صعب. طيب لسه مكملين مع الكابتن تامر بيجات، ولكن دلوقتي هنروح الى الجزائر على الهواء مباشره مع مراسل قناة النادي الأهلي والزميل العزيز كريم أحمد علشان نعرف ونطمن منه على كل أخبار بعثة النادي الأهلي. يا كريم برحب بيك. برحب بيك يا زميلي عمر، وأهلا بيك وأهلا بالكابتن تامر بيجات وكل المشاهدين ومتابعي قناة الأهلي. هطمنا أخبار البعثة إيه بعد وصولكم؟ يمكن حتى هذه اللحظة احنا وصلنا بشكل رسمي طبعا زميلي عمر، احنا وصلنا بالفعل الى مطار يمكن بومادي. انا ابدا معاك الرحلة طبعا، انطلقت بعثة النادي الاهلي في تمام الساعة 9 صباحا من مطار القاهرة. يمكن الطيارة الرحلة الاولى استغرقت 4 ساعات مباشرة من اول ما وصلنا لمطار الجزائر، توجهنا الى فندق الاقامة هو يمكن مش بعيد شوية 15 دقيقة من المطار مباشرة. يمكن قرر مستر مارتن اسارتي، كان تعرف عمر بيقول في تدريب مجرد وصولنا، لكن نظرا للرحله ان هي شاقه احنا لسه كمان يعني في خلال نص ساعه هنضطر نطلع على المطار ثاني، لان في رحله ثانيه طيران داخلي للجزائر حتى الوصول الى ولايه بشار. الطيران اللي يمكن الداخلي كان في صعوبه شويه ومجهود كبير جدا جدا بذل هنا عشان يكون في توفير للطيران الداخلي. المفروض ان احنا كنا نقعد 24 ساعه في العاصمه ومن بعدها مباشره نذهب الى ولايه بشار، لكن مع المجهود الكبير والتنسيق اللي قام به الكابتن سعد الحفيظ اللي تواجد كالعاده هنا في الجزائر قبل هذه طبعا السفريه 48 ساعه، حاول ان هو طبعا يقوم بمجهودات كبيره، قدر بالفعل ان يكون في حجز في تمام الساعه 10 بتوقيت الجزائر، تنطلق طيران داخلي الى ولايه بشار. احنا في هذه اللحظات متواجدين في الفندق الاول او في العاصمه الجزائريه. قرر مستر مارتن ان ما بقاش في تدريب كامل النهارده لان الرحله هتكون طويله، تحاول ان هو يكون في بعض الاسترشات وبعض الاطلالات هنا في يمكن في فندق الاقامه. رحله يمكن مجهده شويه، يمكن هتسبب اجهاد كبير للعيبه للنادي الاهلي نظرا للمسافه طويله، لكن ان شاء الله باذن الله بعد الوصول احنا نوصل ان شاء الله على الساعه 12 بالليل بتوقيت الجزائر. اكيد اللعيبه طبعا هتاخد من النوم فورا، صباحا هيكون في تدريب كامل لفريق النادي الاهلي. لكن بشكل عام زميلي عمر، يمكن انقل لكل جمهور النادي الاهلي التكتيك اللي احنا شايفينها لفريق النادي الاهلي ثاني المباريات، وهي مباريات شبيبه الثوره الاولى ان شاء الله. يمكن ربنا يوفقنا في المباراه الاولى مباراه فيتا كلاب ان شاء الله باذن الله، هذه المباراه النادي الاهلي يكون موفق. عندنا يمكن ظروف كثيره جدا زميلي عمر، وانتم اكيد اتكلمتوا فيها مع الكابتن تامر بيجات، والاصابات والغيابات، عدم وجود سترايكر صريح ده يمكن بيسبب ازمه فنيه كبيره جدا لمستر مارتن. لكن بناكد كل مره الاهلي لما حضر الكل على قدر رقم واحد، مباراه فيها تحديات كبيره وفيها صعوبات كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق كمان نقاط في هذه المباراه. لكن يمكن بقول لك الرحله يمكن شاقه وتكون مجهده بشكل كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. بنتمنى ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في اجهادات، ان شاء الله باذن الله حتى وصلنا الى ولايه بشار باذن الله تكون الامور مع فريق النادي الاهلي زميل عمر. كريم، يمكن اضافه الى الاصابات والى الغيابات في مركز راس الحربه، كمان موقف شبيبه الثوره في الدوري الجزائري، خساره، وكمان في دوري الابطال خسر اولى لقاءات امام فريق سيمبا. هل مستر لاسارتي اتكلم مع اللعيبه وقال لهم ان دي هتكون ضغط على الفريق الجزائري وبالتالي هتبقى مباراه صعبه بصعوبه موقف الفريق في دوري الابطال وفي الدوري الجزائري؟ بالتاكيد زميلي عمر، نظرا للظروف اللي يمكن عايش فيها فريق شبيبه الثوره الجزائري، اتكلم مستر مارتن الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لعيبه النادي الاهلي امس واليوم كمان صباحا واحنا في المطار، على ان يمكن الظروف كلها هتبقى في دوافع كبيره لفريق نادي شبيبه الثوره، يحاول ان هو جمهوره هيكون متواجد بشكل كبير، هيحاول يبذل كل ما يستطيع من قوه النادي الاهلي. لما بيكون متواجد في اي مباراه بتكون مباراه بطوله سواء في البطوله الافريقيه او بطوله الدوري العام عندهم هم ظروف، لكن لعبتنا مركزه بشكل كبير جدا يا عمر، على لعبتنا عارفه قيمه هذه المباراه. انا باكد لك يمكن صعوبه الرحله ان شاء الله كل الامور دي صعوبه مصلحه النادي الاهلي في الاخر ان شاء الله، كل الاجهاد وكل المشاكل اللي حصل مع فريق النادي الاهلي والظروف المحيطه من الاصابات والغيابات والنقص العددي الكبير جدا اللي بيدخل كل مره النادي الاهلي مباراه ما بقاش كامل العدد، ظروف كمان صعبه يمكن عدم وجود خير الدين اكيد بتكلموا فيها بشكل كبير، بيبقى ليها ترتيب خاص، ليها تكتيك خاص، ليها اسلوب خاص. النهارده ما كانش في فرصه حتى هذه اللحظه ان يكون تدريب كامل لمستر مارتن الاسارتي نظرا لهذه الرحله الشاقه، لكن غدا اكيد هيكون في تدريب على الملعب. متاكدنا ان الملعب هيكون داخل فندق الاقامه في ولايه بشار، هو ملعب نجيل اصطناعي،
يمكن طبعا هنا من خلال متابعتنا ومن خلال اسئلتنا عرفنا ان يمكن الفندق مقبول حتى هذه اللحظه. الناس بتقول الفندق مقبول لان هي في الجنوب، انت عارف عمر الجنوب الامور بتبقى صعبه شويه، منطقه الصحراء كلها فيها فندقين او ثلاث فنادق بالكثير. لكن يمكن من سؤالنا على الفندق الاقامه، الفندق الاقامه طبعا بيريح بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، اما بيبقى في اي ظروف في فندق الاقامه او العشاء بتسبب مشاكل كبيره، لكن الحمد لله الفندق كويس، ملعب الثاني النادي الاهلي ان شاء الله يستفيد جرعه تدريبيه غدا باذن الله على هذا الملعب، وباذن الله عمر كل الظروف ان شاء الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. كريم بشكرك شكرا جزيلا، توصلوا بألف مليون سلامة إن شاء الله، ودايما هنكون متواصلين معاك علشان نطمن على آخر أخبار بعثة النادي الأهلي، ودايما زي ما حضراتكم متعودين أي حاجة بتكون فيها صعوبات دايما بيكون آخرها فرح وسعادة، ومش حاجة غريبة على النادي الأهلي إن هو يكون يواجه صعوبات سواء في رحلاته إلى أفريقيا وأيضا إلى الإصابات والغيابات اللي موجودة في الفريق الأول. رأي حضرتك إيه؟ يعني الإصابات والغيابات مش حاجة غريبة على النادي الأهلي يا كابتن تامر. طبعا بص، الإصابات والغيابات دي شيء متوقع، يعني بيبقى عندك، بس يمكن ساعات اللي بيتزنوا انه مثلا كذا لعيب مع بعض في نفس الوقت، ماتشات بتبقى مهمة زي بيسموها كده عنق الزجاج، وفي ماتشات ما انا عايز تعديها وبتحصل مشكلة. ولكن زي ما قلت لك، هو النادي الأهلي بيلعب بالروح، في أي حد بيلبس الفانيلة الأهلي دي لازم بيحس بالروح دي، واللي ما بيحسش بالروح دي على فكرة ما بيقدرش يكمل كتير، بتلاقيه مشي على طول، يعني ما اللي ما بيخش جوه منظومة النادي الأهلي دي وما عندوش الروح دي ما بيقدرش يكمل كتير يعني. طيب أرجع معاك يا كابتن تامر لنادي المنصورة، ويعني عايز أسأل حضرتك، وجودك في المنصورة هل كان في استدعاء لمنتخب مصر، ولا كان حظ كابتن تامر وحش في الفترة الحالية ان هو يكون موجود في المنتخب، ولا الظروف ما ساعدتش حضرتك انك تكون موجود؟ عايزين نعرف اخبار المنتخب ايه. بص انا يعني انا في منتخب ناشئين الحمد لله، من انا طبعا عندي متألق. 16 سنة وبعد كده 19 سنة كابتن هاني مصطفى، وبعد كده منتخب الاولمبي، رحت منتخب مصر مسك كرول منتخب مصر واتخذت في المنتخب في المعسكر، ودي كانت صعبه شويه، يعني كانت صعبه تلاقي حد من فرقه لسه صغير برده جاي، لكن كان منتخب كانت الـ 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 الاسماء كانت تقيله جدا، وكانت خبراتهم كتيره جدا طبعا، خبراتهم كبيره جدا، كفايه بس كابتن حسام حسن يعني. فطبعا كان صعب يعني، رحت بس المعسكر، لكن طبعا ما لعبتش يعني، كان الموضوع كان صعب شويه، كان لسه الجيل بتاعنا لسه مش في وقته، لكن انا اتخذت في وقت كان ما فيش حد من جيلي كان في المنتخب خالص يعني الحقيقه. مستر كرول ما حاولش ان هو يوصف كابتن تامر بجاته في مركز تاني غير راس الحرب علشان يستغل امكانياته؟ لا بص، هو كرول بالذات انا كان عندي فيه مشكله معاه اساسا، يعني انا كان عندي مشكله جامده جدا مع كرول من ما كان مسكنا في المنتخب الاولمبي اساسا. بص هو ممكن يبقى الموضوع شخصي شويه، هو كان طف شويه، كان جامد قوي، وكان طريقته، انا طريقته ما مش ما عجبتنيش، انا مش في مجال ان انا كانت تعجبني طريقته او لا يعني، انا لاعب مهما كان، بس طريقته كانت طف شويه معايا، فانا ما بعرفش حد اتكلم مع حد بعجرفه كده يعني، فهو كان متعجرف جدا الحقيقه، ما كنتش بحب طريقتها. حصل خلاف بيني وبينه مره يعني في المنتخب المجر في المنتخب الاولمبي، كان عندنا سفريه كده، ويعني حصل كلاش بيني وبينه، هو من النوع اللي بيشيل شخص يعني من النوع اللي فعلى حظي بقى مسك المنتخب يعني، فهو كان مضطر انه ياخدني. انا كنت لسه اسال حضرتك ازاي ضمك للمنتخب في الوقت اللي كان فيه خلاف ما بينك وبينه. بص هو كان مضطر يعني غصب عنه، كنت جايب جوان كتيره في الدوري، وكانت الناس كلها بتتكلم عليا، وجايب جوان في الانديه الكبيره، ومنصوره ماشيه، احنا مش كنا ماشيين خامس ورابع دوري، انت جبت الفينش 96 ثالث بالظبط، خلصنا ثالث، فكان ما ينفعش ما ياخدنيش يعني، هو كان انا كنت متاكد ان انا هروح وهمشي يعني، بس فده حصل. يمكن بعد كده لما اتنقلت بقى النادي الزمالك ان هو ماسك برضه، العمليه باظت خالص يعني، ما كملش، مشيت على طول، ما كملتش. هل في الوقت اللي كابتن تامر كان موجود فيه في المنصوره هل كان في عروض اوروبيه؟ انا عارف ان الموضوع طبعا كان قليل غير دلوقتي، لكن هل كان في بعض العروض من خارجيه؟ والله انا جالي كذا تليفون من وكالات بره، كان زمان ما كانش فيه لسه قصه بتاع، كان في وكاله، فكيف وكالتين كلموا على تليفون البيت،
وساعتها وانا اكتريت الوقت كنت ببقى مثلا في الماتشات كلها التمرينات كلها في المنصوره، فكنت برجع البيت بقى وانا من القاهره، فبرجع البيت يقولوا لي مش عارف اتكلم مين، ونمر تليفونات دوليه مش عارف يسيبوا نمرهم، فكان مفيش كونتاكت، مفيش لا انترنت ولا في، كان الموضوع كان صعب شويه. فجالي مرتين من المانيا، وبعد كده كانت حصل بقى بعد كده سافرت مره تركيا انا وهشام حنفي كده نادي جوستافا، يعني كان في كذا محاولات يعني، لكن برضه مش هكذب عليك اللعيب كان فيا انا، مش حرمي اللعيب على اي حاجه، انا اللعيب كان فيا انا، ما كنتش بلعب بال حتى سنه المنصوره يعني، عملنا نتائج كويسه جدا ان هنا وصلنا نهائي كاس مصر وخدنا الثالث لكن انا من جوايا لا، وما كانش ده اكتر حاجه عندي، انا عملت ماتشات في الناشئين في النادي الاهلي انا جايب اكتر من 100 جون، فلا مع النادي الاهلي وحتى في منتخب 19 سنه مع كابتن هاني مصطفى ومنتخب الاولمبي لا، وانا يعني وانا بتيشرت النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص من جوايا حتى نفسيا يعني. يعني يعني كابتن من الاحتراف او من المنصوره يعني ده اللي انا عارفه ان تم بيعك لنادي الزمالك بدون علمك، من غير ما اعرف يعني من غير ما حضرتك تعرف لقيت نفسك المنصوره بيبيع تامر حجاته للزمالك. ايه بقى الكواليس؟ الكواليس ان انا لقيت تليفون من احد رجال الاعمال يعني بيقول لي فلان الفلاني، قلت له سهلا، قال احنا اشتريناك لنادي الزمالك، قلت كويس مين بقى؟ فالامور كان في كواليس غريبه شويه، بعد كده الاول قالوا لي احنا، وبعد كده قالوا لي احنا اشتريناك انت ومحمد كمونه، قلت لهم طب افرض انا قلت لكم لا يعني مش رايق يعني ايه الوضع يعني. فالامور كانت ملخبطه شويه، وانا بيني وبينك انا كنت برضو عزابه في القاهره مش عليك يعني، كان في حبه تاتشات صغيره بيني وبين الكابتن حسن الله يرحمه، كابتن حسن مجاهد، كابتن حسن مجاهد الله يرحمه، في بعض الامور يعني في المكافئات والفرقه يعني، كان في نوع من كان في مشاكل شويه ماديه، اصل خلي بالك الانديه الصغيره للاسف ما بقاش عندها امكانيات، ويمكن ده اللي خلى نادي المنصوره لغايه دلوقتي يشوف بقى له اكتر من 10 سنين ما طلعش. بتبقى في مشكله في الامكانيات شويه، فكان في مشكله بقى يعني ان انا كنت عايز ابقى في القاهره، ويعني امور كانت يعني ليها ظروف مختلفه شويه. لكن طبعا احنا كنا بنتكلم في نقطه عشان انا بنتكلم في الزمالك وبيع الزمالك، رجعت على نادي الزمالك بقى، فقعدت معهم وبتاع واتبعنا يعني ما علينا. حضرتك والكابتن محمد كمون، محمد كمون، واتفاجئت انك موجود، رحت رحت لقيت كرول هو المدير، لا كان في فيرنر ماسك تمام، وراجل كان بيحبني جدا، وكان يعني شايف ان انا هبقى حاجه خرافيه، بيكلمني كلام كبير جدا وبتاع ف يعني بدانا نتمرن كده، بس هو ما كملش حرام، يا دوبك ماتشين ومشي يعني. النادي الزمالك بيغار اول ما حد يتغلب المدربين بيتغاروا سريعا. بس يا كابتن حضرتك ما لعبتش في الزمالك؟ لا ما لعبتش خالص، قعدت ماتش احتياطي بس 3 شهور ومشيت. قعدت بالظبط، قعدت ماتش احتياطي ماتش الكروم واتغلبوا 4-2، ماتش غريب جدا. وبعد كده حصلت مشاكل، جه كرول، انا كنت عارف اول ما قالوا كرول قلت عارف ان انا همشي، قلت الحمد لله انا كده كده مش هسمرن معاه، انا كنت رافضه تماما يعني مش هسمع معاه اصلا خالص يعني. فزي ما بقول لك انا بقى واخد الموضوع من ناحيه هاوي، بحب الكوره فعايز العب كوره، فمش هقعد اتخانق بقى وبتاع. فجالي بقى بعد كده قالوا لي طب تروح اعاره الكويت، سافرت الكويت فعلا ورجعت يعني، بعد كده رحت نادي السويس بقى كابتن احمد رفعت. طلقت يا كابتن مع المنصوره ضد نادي الزمالك، فاكر هدفك في الزمالك؟ ماتش الكاس بقى بتاع الزمالك ده كان ماتش غريب جدا يعني، الموسم ده بقول لك كان غريب جدا بالنسبه لي، كان بعد ماتش الاهلي بالظبط بعديها بحوالي 10 ايام يعني، الماتش ده ماتش ده هدف الزمالك كابتن تامر بيجاتو ضد نادي الزمالك بالظبط، ده الجون الاولاني، كنا مغلوبين 2-0 على فكره، كنتوا مغلوبين 2-0 دلوقتي دي كانت النتيجه 2-1 بالظبط، ده الجون الاولاني بقت 2-1. انا اول حاجه انا نازل الدقيقه 32 الشوط الثاني يعني الماتش يعني كان خلصان حوالي تلت ساعه بالظبط، بالوقت بدل الظاهر كان ماتش كان خلصان، وانا ما كنتش انا كنتش عايز العب الماتش ده اساسا يعني، كانت يعني ده بقى
يعني ده حاجه كده. الجون الثاني بقى ده اللي هو كل الناس لغايه دلوقتي فاكراني بيه يعني الحمد لله. ده حاجه كده ألان شيرر. انت عارف اقول لك على حاجه، انا الكوره دي لو انا واعي قوي ويعني مش في دماغي قوي الماتش هتوقفها وتروح اصلا، لازم اوقفها على صدري يعني. هنا اوقف على صدري مثلا واشوطها بالشمال يعني لازم، لكن هو عشان هي الكوره جات لي بصراحه لو كان كابتن اشرف قاسم بصراحه ساعدني فيها، انا راح خد خطوه ورجع ورا فخلاني اعملها بالطريقه دي يعني. الماتش ده كان بعد ماتش النادي الاهلي اتكلمنا عليه ب 10 ايام، ده كان ماتش في الكاس. نادي الزمالك ساعتها كانوا مسمينه فريق الاحلام، كان ماشي فرق عن النادي الاهلي 10 بونت في الدوري طبعا. اول الدوري ده كان ماتش كاس طبعا، ماشي في الكاس دور ده كان دوره تقريبا 16، والماتش 2-0 احنا متقطعين يعني. مش هقول لك فرقه الزمالك مبهدلانا 2-0 مش سكت المانشيت المانشيت اللي كنا بنتكلم عليها. ايوه يعني المانشيتات كانت جات والزملكاويه ماتوا، المانشيتات ساعتها كانت قويه جدا يعني. بس يا كابتن تامر يعني اهتمام اعلامي في كمان جاله اخر ساعه وجود كابتن تامر بجاته على الغلاف ويتمنى العوده للاهلي. طبعا كنت يا كابتن، كان حتى وانت خارج النادي الاهلي كنت تتمنى تتالق وترجع تاني للنادي الاهلي؟ طبعا، وحصل حصل اعداد وحصل مكالمات، انا رحت الكابتن حسن حمدي ويعني حصل مكالمات مع ناس كتير، كابتن الخطيب حصل، بس ما حصلش نصيب بقى. كانت الموضوع ساعتها كان موضوع يعني كان صعب يعني، ساعتها كان صعب، بعد كده بقى سهل قوي ان حد يمشي من النادي الاهلي ويرجع تاني ويمشي ويرجع تالت قبل كده بقى كان صعب، دلوقتي بقى اسهل بكتير. طيب تعالوا نروح يا كابتن لملف النادي الاهلي واتكلم معاك على المباراه يوم الجمعه، مباراه مهمه، تاني مباراه في دوري ابطال افريقيا، فوز في مباراه فيتا كلوب بثلاث نقاط. شايف مباراه يوم الجمعه ازاي في الجزائر؟ عارف حضرتك ان شمال افريقيا والكلام اللي بيتقال، لكن شبيبه الصاره اول مره بيشارك في دوري الابطال، خسر المباراه الاولى امام سيمبا تنزانيا، لكن هل معيار المباراه الاولى ممكن يكون معيار لمباراه النادي الاهلي ولا الامور مختلفه؟ بص، هو كل ماتش لوحده الحقيقه يعني، لكن لو هنتكلم على الماتش كفرقتين، ده طبعا كفه النادي الاهلي طبعا تكسب كتير كمان يعني. الماتشات دي يمكن ليها يعني ظروف خاصه شويه، يمكن ماتشات شمال افريقيا كلها بتبقى بيننا وبينهم بتبقى فيها حد شده يعني، مفيش شحن شويه، بيبقى في منافسه شديده جدا، لان احنا قريبين شويه من شمال افريقيا في نفس طبعًا. اللعب الدوري قريب من بعض برضو نفس الطريقه. لكن طبعا النادي الاهلي لا، الماتش ده بالنسبه لهم انا يعني اتوقع النادي الاهلي هيكسب طبعا يعني، حتى بالغيابات وبالناس اللي ناقصه كتير والاصابات. الاهلي عنده مشكله في راس الحربه ان هو مسافر بدون راس حربه يعني سترايكر راس حربه صريح. فازاي ممكن النادي الاهلي يتعامل؟ هل ممكن يلعب بثلاثه في خط الهجوم ما يكونش فيهم راس حربه صريح ويعملوا بعمليه تبديل، ولا راي حضرتك ايه؟ بص، الامور الفنيه دي اصلها شرحها يطول هنتكلم فيها، لكن النادي الاهلي لازم يبقى عنده مش راس حربه واحد، لازم عنده اثنين وثلاثه يعني، لان اعتماد النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه هجوميه وانت على طول موجود في في النص الثاني من الملعب. فنص الثاني من الملعب ده محتاج شغل كتير جدا، شغل بالكوره وشغل من غير كوره، ومحتاج محطه يعني، راس حربه المفروض يبقى محطه بالنسبه للهجوم، فدي بتبقى مشكله شويه، بتضطر تعتمد على نص الملعب ان هم يكملوا ويحاولوا يعوضوا الفرق ده يعني. فانا شايف ان هو يعني فنيا هيضطر يلعب طبعا، لازم يلعب، بس لا، انا رايي ان هو يلعب باثنين قدام يعني. طب هاخد حضرتك لجزء فني، احنا فتحنا الكلام في الجزء الفني، هل ممكن اخد حضرتك للمدرسه اللاتينيه اللي مستر لوسراتي منها، ان هم في بعض الاوقات بيفضلوا، او لو مش بيبقى موجود راس حرب، ان هم بيفضلوا ان هم ما يلعبوش براس حرب ويلعبوا بثلاثه قدام، يبدلوا سواء اثنين على الاطراف او واحد في منطقه الجزاء، ويعملوا عمليه تبديل علشان طبعا يعني يقوموا بقى بخلخله الدفاع او محطات زي حضرتك ما بتقول، او واحد على واحد، كل المهارات الفرديه اللي ممكن يستغلوها تجاه المنافس؟ بص، ما هو الموضوع فني، الا لو انت باني فرقتك على كده تقدر تلعب كده، لكن لو جات لك ظروف معينه زي اللي موجود والفريق مش واخد على كده، بتبقى صعب قوي انك تغير. انت بتغير كده طريقه اللعب فنيا كمان يعني. فالموضوع ده لازم اللعيبه نفسها تبقى واخده عليه يعني. انا شايف ان هيبقى صعب جدا ان هو يلعب كده، لكن
برضه على حسب امكانيات، لكن انا شايف انها تستغل نص ملعب النادي الاهلي. عندنا حلول فرديه اللي هم ممكن يجوا من تحت احسن بكتير قوي من انك تحطهم قدام، بيبقى صعب جدا يعني. انا شايف ان يعني تبقى صعبه شويه ثلاثه قدام. ولكن بص، بحال من الاحوال الماتش ده ماتش انا شايف له يعني حتى اللعيبه حتى اللعيبه الصغيره يعني لا ممكن يعملوا ماتش كويس جدا ويعملوا فرق في في الماتش ده ان شاء الله. قبل ما نروح للعيبه، عايز اخدك للمدير الفني، رايك في مستر لاسورتي بعد ثلاث مباريات من قياده النادي الاهلي؟ لا، عنده مشاكل فنيه كتير حقيقه. وعنده تغييراته جوه الملعب. يعني انت في المدرب او المدير الفني لما بيجي الماتش لازم في الماتش تحس بفرق في اللعب على حسب مجريات الماتش، على حسب نتيجه الماتش. هل غيابات يا كابتن ممكن تكون هي اللي مش مساعده الراجل، ولسه الصفقات الجديده اللي لسه الاهلي متعاقد معاها ما دخلوش؟ ممكن، بس انا شايف ان انت لازم مدرب قبل ما يلعب لازم يبقى دارس كل الفرق، حتى لو عنده. فنفترض ان انت عندك حد هيقعد فتره طويله مش موجود، مثلا جات له اصابه طويله مثلا ولا حاجه، زي ما بيحصل في اي فرق بره كبيره، بيبقى المدرب دارس جدا الفرقه الاحتياطي اللي بره، وعارف اللعيبه اللي بره عنده ايه، وعارف امكانيات حتى الناس اللي في الملعب ايه اللي ممكن تغير من نص ملعب او تغير واحد باك تخليه يلعب راس حربه، مش مشكله لو انت فعلا دارس الفرقه فنيا سواء بره او جوه، بتبقى عارف امكانياتهم. يعني انا شايف ان تغييراته جوه الملعب فيها مشكله شويه حقيقه. طب هل حضرتك شايف انه ممكن يستعين ب ياسر ابراهيم في المباراه يوم الجمعه في خط الدفاع، الخيار الوحيد اللي قدامه مش موجود غيره؟ يعني متهيألي ان هو يعني هيلعب بيه طبعا اكيد، يعني لان الغيابات دي مشكله، في حاجات بتبقى مضطر، ما انا كنت لسه بقول لك في حاجات بتضطر انك تعملها، وفي حاجات انت بتبقى ليك الاختيار شويه انك تقدر تحركها يعني. لكن انا ما فيش غيره طبعا، هو اضطر يلعب طبعا بياسر في الاهلي يعني دايما بيلعب ب 4-2-3-1، ممكن الاهلي يلعب 4-3-3. انا اتوقع انه هيلعب 4-3-3، نص الملعب يتامن بثلاث لعيبه في نص الملعب وثلاثه قدام، هم دول اللي يكونوا المحور. هو مضطر برضه يلعب كده يعني. الامكانيات اللعيبه اللي موجوده والغيابات هتضطر الماتش يروح لكده يعني. طيب رأي حضرتك في الصفقات اللي الأهلي تعاقد معاها، رمضان صبحي، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، بنتكلم كمان كويسة جدا، تأييد أجاي ولسه فيه صالح جمعة بيعود، شايف الأسماء عاملة إزاي؟ الحقيقة طبعا كلهم أسماء وكلهم عارفين قيمة النادي الأهلي كويس جدا، لعيبة كويسة جدا، فرقوا في فرق حتى اللي لعبوها كتير. الشحات طبعا إضافة كويسة جدا، رمضان صبحي ولو ان كنت نفسي رمضان ما يلعبش من الاول على طول، رمضان كان بقاله فتره بعيد. ما كانش بيلعب كتير، تيجي تحطه فجاه في منافسه شديده جدا هنا، طريقه اختلاف اللعب، طريقه العيشه، بقاله كذا سنه مش موجود هنا، خد على سيستم معين. فالحقيقه شايف ان رمضان يعني محطوط عليه ضغط كبير جدا، فانا كنت اتمنى ان هو بس شويه شويه يخش جوه الاجواء يعني، لكن اتمنى ان هو يرجع سريعا يعني. صالح جمعه طبعا لعب كويس، ياسر يعني لا، شاف صفقات هتفرق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي، يمكن بس هتاخد وقت شويه، لكن سرعان ما هتلاقي الفرق ده، اللعيبه دي هتعمل فرق جامد جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني. طيب هعرض على حضرتك مجموعه من الصور، وعايز تعليق من حضرتك على كل صوره أوكي. من الصور اللي حضرتك هتشوفها. تمام، ماشي، اتفضل. ماشي معاك. طيب تعليق حضرتك على الصوره الاولى دي، كان انا وهشام حنفي. تمام، ده كان من اول ماتشات الوديه اللي لعبناها مع الفريق الاول يعني، ده كان تقريبا ضد المنتخب العسكري. تمام، كان في تكريم، كان في تكريم ليا ولينا ناشئين، وانا جبت جون في او جونين في كان نادر السيد هو اللي في المنتخب العسكري ساعتها في الماتش ده. فدي صوره طبعا تكريم من المؤسسه العسكريه للكابتن تامر بجاته للنادي الاهلي. دي الصوره الثانيه مع درع النادي الاهلي، طبعا درع الدوري يعني، دي كانت حاجه كبيره جدا يعني، الواحد يبقى حاسس ان هو مجرد بس موجود حتى لو احتياطي يعني مع النادي الاهلي. بالنسبه لك انك تتصور صوره زي دي واحنا لسه 19 سنه، ده موضوع طبعا كان بالنسبه لي طبعا كبير جدا. طبعا كابتن الدوري والكاس كانوا البطولتين الاهلي حصل عليهم. طبعا جيل كبير جدا وجيل عظيم طبعا، اسماء كبيره جدا معاهم طبعا يعني، اسماء كبيره جدا، وكان الواحد ما تخيلش ان هو يلعب يعني جنبهم هو في السن الصغير الحقيقه دي يعني طبعا يعني. طيب نروح للصوره الثالثه.
الصورة دي بقى انت جبتوها منين الصورة دي؟ لا يا كابتن، ما احنا كابتن برضه يعني عندنا مصادر كده بتاعتنا بنعرف نجيب الحاجة. الصورة دي انا كنت لسه يعني اللي كان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، انا كنت بلعب في نادي الشمس، فجينا لعبنا بطولة ودية كده في نص السنة، كان لسه عندي تحت 12 سنة يعني. فالكابتن مصطفى حسين جابني بعد الماتش كده، احنا الاهلي كده، وقال لي انت اهلاوي؟ قلت له اه. قال لي تلعب في نادي الاهلي؟ قلت له اه طبعا يعني. فقال لي خلاص يلا. وفجاه لقيت بقى ايه عبد الله عيد بقى بس بخير، لقيته في البيت بيتكلم مع بابا، ما كانش فاهم قوي، قال له انت عنده 11 سنه يلعب فين؟ فروحت النادي الاهلي، واول ما رحت دي كانت سفريه فرنسا برج ايفل، رحنا كان في بطوله في فرنسا طبعا مش فاكر فين، بس تقريبا كانت في بوردو او حاجه كده، كان ده كان عندنا 13 سنه يعني. النادي الاهلي كان دايما بيهتم بالناشئين من زمان الحقيقه يعني. فرحنا لعبنا البطوله دي، كابتن ابراهيم عبد الصمد طبعا كان اول واحد لما رحت النادي، كان ده في النادي انا يعني كان بس رحت النادي بقالي شهر لسه، كنت صغير، وجت لنا السفريه دي. بس طبعا دي يعني معرفش جبت الصوره دي منين الحقيقه. انا بقول لحضرتك عندنا المصادر الخاصه بتاعتنا. طيب ده كان فريق الناشئين تحت 15 سنه، دي صوره ايضا يا كابتن مع لعيبه كبيره ولعيبه طبعا تاريخ. دي فرقتنا بقى تقريبا دي كانت في ال 19 سنه مظبوط، احنا كابتن بنختبر كابتن عادل طعيمه طبعا. والحقيقه كابتن عادل طعيمه من المدربين اللي فعلا فرقوا معايا جامد جدا في كل حاجه الحقيقه، وكان بيقعد معايا بعد التمرين، وكان هو اللي مطلع حسام وابراهيم، وكان بيقعد دايما يعني. حقيقه كابتن عادل طعيمه من الناس اللي فعلا فرقوا معايا في شغل الملعب وشغل راس حربه، وكان بيحب شغله جدا، وكان بيقعد معايا بعد التمرين نقعد نشتغل كتير جدا الحقيقه طبعا. يعني مين ابرز الاسماء يا كابتن اللي احنا ممكن ما ناخدش بالنا منهم؟ كان في طبعا كابتن هشام حنفي، في كابتن احمد سامي طبعا دلوقتي، في سامر عبد الرحمن، في محمد سعد، في هاني العقبي، لا في طبعا نجوم كتير، بس اقول لك الحاجه طبعا كان صعب جدا انك تطلع عدد كبير في الفتره دي، كان صعب جدا يعني. انا حتى كنت حتى فرقه وليد صلاح الدين وهادي خشبه احمد ايوب، يمكن هم دول الثلاثه اللي طلعوا برده من الفرقه دي، وكانت فرقه تقيله جدا برده يعني. الناشئين النادي الاهلي كانت فرق، الفرقه نفسها كلها كانت فرقه كبيره جدا، ولكن الاماكن انك تطلع تلعب ده كان صعب جدا طبعا، صعب. معانا صور ثانيه ولا؟ طيب ده كان يعني مجله اوروبيه، ده كان نشره صوره الكابتن تامر بيجاتو، لكن عايز اعرف بقى منك حكايه المانشيت، اكيد حضرتك عارف المانشيت ده هو يعني انا خدت طاري من النادي الاهلي يعني. يعني بعد هدف اللي حضرتك احرزته في اول مباراه كانت في المنصوره، المباراه خلصت 1-0 بالظبط يعني. ف لا ريفانش ده بيجاتو بالظبط يعني. كان الموضوع كبير، انا بقول لك ساعتها الموضوع خد شكل تاني خالص يعني. بص هو كانت حلوه طبعا، واحد يحس ان هو اتقدر او عمل او اثبت للناس ان هو كويس، انه كان احق ان هو يفضل وما يمشيش من النادي وكده. فالموضوع حلو ووحش في نفس الوقت طبعا، فرقتي في الاخر يعني. طبعا طبعا كابتن تامر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وبشكر حضرتك بنيابه عن جمهور النادي الاهلي انك تمسكت بالنادي الاهلي ولحد اخر وقت، حتى في احرازك هدف في مرماه، وده حاجه مش غريبه على اولاد النادي الاهلي كابتن تامر. طبعا انا يعني انا ابن النادي الاهلي وتربيت فيه من انا عندي 12 13 سنه بلعب فيه، فطبعا يعني حاجه كبيره بالنسبه لي. ويمكن لو ما كنتش طلعت في ناشئين النادي الاهلي ما كنتش هوصل اللي انا طبعا وصلت له ده. فانا بشكرك جدا على الحلقه دي، بشكرك جدا على الصوره انت جبتها دي الحقيقه. ويمكن انا في ناس كتيره قوي كانت تقول لي تفتكر ان انا من المنصوره يعني، بقول لهم يا جماعه لا انا من النادي الاهلي طبعا. فيعني انا مبسوط جدا الحلقه دي يا عمر، واتمنى طبعا التوفيق ليك وبرنامجك، وطبعا جماهير النادي الاهلي كلها مبسوط جدا الحلقه دي. شكرا ربنا يخليك يا تامر. ده كان الجزء الاول الخاص بالكابتن تامر بيجاتو، فقره حواريه مميزه.